بسرعة. لا طبعا ضد التقليد ضد الموضوع. ايه سبب؟ لان انت طالما ان انت سمحت بيه يبقى تقنينه هيبقى اصعب. بقول لو هحقق ربح كبير في ثانويه من 40 ل 45 مليار. وبعدين بعد ما يحقق ربح هتفقد اقساط الربح. تستفاد منه الدوله وعايز الدوله تستفاد منه الدوله. طب بعد ما تستفيد الدوله هتفقد هتفقد حاجات كتيره جدا مش مشروع المال بس. القضيه مش قضيه فلوس يعني. القضيه قضيه ما بعد التعاطي يعني او بعد الاصدار. وفي بعض الاراء بيقول لك ان هو طالما ان هو اصبح مسموح فهو هيقل. هو بياخد تشبيه بموضوع الخمور في مصر او كان زمان الدعاره المسموح بها في مصر، لكن الوضع الحالي غير زمان. المفهوم الثقافي اصبح متغير مش زي زمان. احنا دلوقتي بنعيش في عصر تاني غير زمان، اصبح المقارنه الاصعب. وبالتالي احنا بنتعامل مع موروث ثقافي حاليا وعالم اخر غير وثقافه غير القديمه خالص غير اللي كان موجود زمان. وبالتالي احنا هنلاقي ان المفروض بالنسبه للموضوع ده مختلف تماما. ده اصلا انسان مهتوم واصلا هو حساس، هو اعترف بالكلام ده انه ده حساس. والولا اللي رفض اللي عامل نفسه محامي ده اللي رفض الكرافته وعم مطروح تاجي اصلا مش فاهم حاجه في القانون، وما يكون بيفهم في القانون ما يشجعش واحد على الفساد. احنا عايزين نبني البلد ولا عايزين حداه؟ ما معروف عايزين نبنيها وعايزين تحيا مصر، لكن ده بالعكس دول عايزين يهدوا البلد. ده المفروض كان ينقبضوا في ساعه البرنامج كان ينقبضوا عليهم. ما ينفعش الكلام، احنا عايزين ناكل عيش، عايزين نعيش، عايزين نتقدم زي الدول مش حشيش. ماسك لي حته الخمره، هي الخمره متاحه. هو مين بيشرب خمره؟ الشعب المصري ما فيش 1% بيشرب خمره. الاجانب. ايوه هم الاجانب. عايز يخلي لي الحشيش زي الخمره؟ لا لا، ده اصلا المفروض كان اللي هو مجدي عبد الغفار وزير الداخليه في ساعتها كان قبض عليه. ما ينفعش الكلام ده، واحنا مقدمين العيال دروس من بتاعة المدارس والمدرسين والعربيات والرايح جاي. النهارده العيل لما يشوف البرنامج ده اقول لك انا عايز 20 جنيه بدل ما اديله 5 عايز 20. ما خلاص هتبقى فوضى البلاد، ولا هنقدر نعلم العيال ولا نتقدم زي الدول، ولا هنبقى في الضياع ماشيين عم نهز شمال يمين. ما ينفعش الكلام ده، الكلام ده غلط اصلا. موضوع الحشيش ده احنا بنقلل منه، وكنا بنشكر اللواء وزير الداخليه احمد رشدي لما كان موجود ما فيش فيه زر الحشيش. ازاي احنا نفكر ان الحشيش ده نسيبه في البلد كده؟ ازاي ده اللي هيدور طبعا هيدور الشباب والشباب. احنا بننشئ شاب صغير بنربي الشاب عشان يقف ابن البلد ده راجل البلد فيما بعد، هو ده مسافر البلد الشاب. ازاي احنا هنضره؟ بدون ما نوفر له وقت عليه، نوفر له حاجه زي كده، نوفر له زين ونوفر له حشيش ونرتاح نرتاح كده. البلد تخرب الطريقه دي، بقى ممنوع طبعا حاجه زي كده. لا هو غلط لو نفكر يعني. سيبك من هو يدخل لينا، هو من ناحيه دخل البلد هيدخل البلد فعلا مبالغ جامده. تمام، مبالغ جامده، بس هيضر الشباب الشباب الضار لما يعمل حاجه زي كده. هيحصل في حاله اكتسابات كتيره من الحشيش، ما فيش وعي عنده ده الكلام ده. ممكن اكتسب وحدته كمان، ما فيش وعي عنده، مش حاسس بنفسه بيعمل ايه. ومع القتل كتير يقتل من غير ما يحس. وكل ده طبعا هيحللوا له هيعملوا له هيلاقوا جسمه كله بتاع يعني الحكم بتاعه. يقول لك ده كان 12 برشام ولا مش عارف حاجه. كل ده اقول لك ما كانش حاجه. احنا نسال لهم الحاجات اللي احنا عاملينها ده غلط طبعا. يعني مش واقف معاهم حشيش. طب هو ده كلام معقول يعني؟ لا طبعا، لا او الف لا. واللي يقول كده يبقى زيي.